سلام توتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهاردة في كورس المحادثة الاونلاين هنتكلم عن البلاد، الجنسيات. سؤال مشهور جدا جدا اسمه دي دافي ساي، بيتقال لمعظم الطلاينة او معظم الناس بتتعلم ايطالي او اي حد بيتكلم ايطالي بشكل عام عايز اعرف هو منين، بقول له دي دوفي ساي. طيب، درس النهاردة هو درس مشوق جدا بس معتمد على الحفظ اكتر من اي حاجة، لان هو كل اللي فيه مجرد جنسيات انت بتحفظها، ومن خلال الحفظ اللي انت حفظته بتبتدي ان انت تتعامل. هنتكلم عن بلاد مختلفة، جنسيات مختلفة، اشكال والوان مختلفة. يلا بينا نبدأ. بصوا يا جماعة، انا لما حد يقول لي دي دوفي ساي انا هقول له سونو ايجيبسيانا، انا مصريه. بس كل بلد وليها جنسيه وكمان كلمتها او الكلمه بتاعت انا مثلا مصريه بتنتهي بكلام معين، في مثلا مقاطع انو، في مقاطع ايزا، وفي مقاطع اينو، مش فاهمين اي حاجه صح؟ طب يلا بينا نبدا مع بعض الدرس، مش هيبقى طويل خالص، ركزوا معايا. نبدا مع بعض. الاول مقطع هو مقطع انو، او الناشوناليتي او الجنسية ناتشوناليتا بتنتهي بانو، زي مثلا اوستراليا، اوستراليا هتبقى اوستراليانو، اوستراليانو. برازيل هتبقى برازيليانو. كوريا هتبقى كوريانو. كولومبيا هتبقى كولومبيانو او كولومبيانا، على فكرة يعني انا او انا على حسب المذكر والمؤنث. هو احنا يعني عارفين في اللغة الايطالية المذكر بينتهي بأو والمؤنث بينتهي بأ، ده في العادة. سيبوكم من الحاجات الشاذة. كوبا هتبقى كوبانو او كوبانا. طيب، ايجيتو ايجيتسيانو او ايجيتسيانا. ايطاليا هتبقى ايطاليانو او ايطاليانا. طيب نيجي للمقطع التاني اللي هو ايزا، اللي هو بيميز بلاد كتير معينة. طيب زي كندا هتبقى كنديزي، تشينا اللي هي الصين هتبقى تشينيزي، دنمارك هتبقى دانيزي، مش دنماركيزي ها، لا دانيزي، مولتو سامبلشة دانيزي. فرنسا هتبقى فرانشيزي. طيب في مقطع تاني هو مقطع اينو، بيميز برضو بعض البلاد. نكمل. ارجنتينا هتبقى ارجنتينو او ارجنتينا، او على حسب المذكر والمؤنث. تونيزيا هتبقى تونيزينو او تونيزينا. طيب نيجي بقى للجزء التالت دون اللي هو بينتهي بالانو، مقطع بينتهي بانو، زي اراك اراكينو. طيب في مقطع تاني بينتهي بالاو او بالا، زي جراتشا اللي هي اليونان بتبقى جريكو او جريكا، وروسيا اللي هي روسيا بتبقى روسو او روسا، وتركيا اللي هي تركيا بتبقى تركو او تركا. بس كده كده نقدر نقول ان درس النهارده خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، هو على فكره مفيد جدا جدا، وكمان المشكله بتاعته اللي هو بس حفظ، بس مفيش اي مشاكل لو انتوا اتعودتوا على حاجه زي كده بالممارسه كل حاجه هتثبت. بس كده ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، والكورس بتاعنا يوصل لكل الناس ومجهودنا وكده، وكمان تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتي، وفعلوا الجرس لو انتوا اول مره تشوفوني عشان تجيلكم اشعارات على طول بالفيديوهات الجديده والكورسات الجديده اللي انا بنزلها، غير فيديوهات الطبخ والسكين كير على حسب اهتماماتكم. لو عجبكم شغل الرسومات اللي في الفيديو ده فاحب اقول لكم انه سهل جدا انكم تتعلموه. شوفوا الفيديو ده للمهندس محمد الشامي وتتعلموا تعملوا الشغل ده باسهل الطرق. لو عندكم محتوى تقدموه حتى او للبرزنتيشن بتاع الكليه اعملوا اشتراك في قناته، هسيبها لكم في الوصف، حقيقي بيقدم محتوى حلو جدا. طيب ما تنسوش بقى تستنوني في فيديو جديد. اجيال تحلم يوما بعلا الاوطان، وشباب يحمل املا لبني الانسان. تشاو، يلا بروسيما، تشاو.